سلامة، كتير مسرورة لأنه ابنها بيصوم لأول مرة. هي. وهيدي بتكون من أجمل اللحظات على الأهل أكيد. أها. العمر المناسب لصيام الأطفال بيكون بحدود عمر 10 سنوات اعتماداً على البنية الجسمانية للطفل، وطبعاً بعد استشارة طبيب الأطفال. ولدى بلوغه عمر 13-14 بيكون الطفل قادر على الصيام بشكل كامل. ومن المفضل يا سلامة تعود الطفل على الصيام تدريجياً، يعني بسن 7 ممكن يوقف أكل وشرب من العصر للغروب 2 مرات بالأسبوع خلال الشهر الفضيل، وبسن 9 يصوم من الصبح لأذان العصر يوم إيه يوم لا، وبسن 10 يصوم صيام كامل 3 أيام بالأسبوع. ولازم تنتبهي يا سلامة على إفطار الطفل، فما يأكل كميات كبيرة. كتري له الخضار والبروتين والكربوهيدرات اللي بتعطيه الطاقة، وابتعدي عن الدهون والمآلي والموالح والمخللات، وراقبي شربه للسوائل بكميات كافية بين الأفطار والسحور، وحاولي تأخري وجبة السحور أقصى ما يمكن. وبعرف كل الأطفال بيحبوا الحلويات، لكن ما تقدمي له إياها إلا بعد 4 ساعات من انتهاء وجبة الأفطار بكميات معتدلة. رمضان كريم لكم لأطفالكم، وعساكم دوم بصحة وسعادة.